الموضوع ليس بالانتخابات. تيار الصدري ما عنده مشكلة بالانتخابات، لكن بنفس الوقت هو لا يريد الانتخابات من أجل الانتخابات. هذه نقطة جدا مهمة. تأجيل الانتخابات وإقامتها هو موضوع خاص بالحكومة وجهاز فني اسمه المفوضين المستقل العليا للانتخابات، وما تعطي الحكومة من دعم لوجستي ومالي وتأمين بيئة ومناخ صحيح لإجراء انتخابات. لكن التيار الصدري سماحة السيد الزعيم العراقي السيد الصدر هو واضح في مسألة مهمة، هو منع العراق أن يكون سياسة محاور وساحة للاستهلاك الشعب العراقي وإبعاد عن هذه المسألة، ولا يتكرر سيناريو قريب كان اسمه سيناريو عادل عبد المهدي في تشكيل حكومة وتظاهرات واحتجاجات ودماء واسقاط حكومه ثم تشكيل حكومه. ولحد الان المعطيات تقول ممكن انه يتكرر السيناريو. ممكن يتكرر. لكن هذه الوثيقه اللي اشرت لها هي وثيقه اليوم تلزم الخصوم نوعا ما، ولا سوف يكون للتيار الصدري كلام اخر وراي اخر. شنو الكلام الاخر؟ هو في حينه. يعني شنو مثل شنو؟ يعني مسكوت عن في حينه. في حينه. في حينه 100%. هو ما صار، ما كان اكو جانب مقنع انه انسحب السيد مقتدى الصدر من اجل هاي الورقه، ليش هاي الورقه بال 2010 احنا كاتبيها؟ لا لا. هاي الورقه اللي طلعها وقال بيها فلان نقطه وفلان نقطه، اولا هي موجوده بالدستور، موجوده بالقوانين النافذه، كوثائق سياسيه كتبت ووقع عليها من 2010 صار. يعني تلاحظ بعض النقاط هو التعديلات الدستوريه، اكو نقطتين مهمه مقاربتين. وهو يعني جدولة انسحاب القوات الأمريكية أو القوات التواجد الأجنبي بصورة عامة. النقطة اللي تليها هو حصر سلاح بيد الدولة، وهذه الوسطية في الخطاب عدم الميل إلى سياسة المحاور كان يهدفها سماحة السيد. أضافة إلى ذلك المقاطعة أنتجت معرفة الخصوم وكيف إعداد الطبخة لرئيس وزراء أو تخندق في فصات لقوة سياسية معينة، وهذا الموضوع اللي خلينا نقول خربط الغزل نوعا ما. هو راح ولا هذه الوثيقة طرحت في يوم ما في إعادة رئيس الوزراء يوم ما، وكانت صدر قاطع طريق. هي مو بس مرات تكون حبر على ورق، مرات طرح في تجديد ولاية وكان التيار الصدري وتعرف أنه المالكي واليوم شق حزب الدعوة السيد حيدر العبادة وشكل رئيس الوزراء بتوافق قوى سياسية. لماذا لن يعمل بالورق؟ لأن بعض القوى السياسية لم تلتزم، فلن تلتزم تتحمل مسؤوليتها. نفس الحالة التيار الصدر بما أنه لاهوت الشارع يمتلك الشارع ويمتلك التأثير على القوى السياسية، لكن القوى السياسية للأسف بعضها يؤمن بالإملاء الدولي. يعني مشكلة، يعني بعضها يؤمن بأنه يأخذ قراره من البرة يلا يجيك. نحن لا ننكر الضغوط، لكن لا نريد الإملاءات. هذه الضغوط موجودة، الضغوط السياسية من دول ومن قوى وما شئت.